اليوم غنقدم لكم بروشيت ديال لادان. يمكن لكم تعوضوا لادان بالدجاج ولا اللحم كيفاش ما بغيتوا. غنبداو على هنا كيلو ديال لادان هكا مقطعه على شكل مربعات باش نديروا ديال البروشيت. غنبداو غنديروا اللحم شويه ديال الملح على حسب الذوق، غنديروا قطعه ديال البزار، قطعه ديال التحميره، غنديروا شويه ديال الزنجبيل، معلقة صغيرة ديال الكمون، معلقة صغيرة ديال قزبور حبوب، غنديرو شوية ديال القزبور و المعدنوس مقطعين، غير شوية، نجهد ديك الواحد ديال 4 ديال المعالق، غنجيبو 4 ديال الفصوص ديال الثوم. نص حامضة، صافي نحبو ونخلو نديروه في التلاجة لمدة ديال نص ساعة، عاد نبداو نركبو وعلى حساب قلكم تخليوها حتى ليلة كاملة في التلاجة. نفس الشي بالنسبة للخضر اللي غترافقو، غادي غادي نقادو معاه. عندنا هنا فلفلة خضرا، فلفلة حمرا، والبصلة غنديروها قزبور الزهر التحميره زبور حبوب كامون كبير شويه ملح فيك حامض كاسة ديال البصل ديال التومة غنديرو شوية ديال الزيت غي شوية النباتية وبالنسبة حتى لاداند ملي تخرج ملي نخرجوها من التلاجة عاد نديرو ليها شوية. دابا نحركو خرجنا على هذا الثلاجة، غنديرو ليه شوية ديال الزيت باش ما ينشفش لنا في الفران يكونو كنطيبو، بالنسبة للقطبة ديال الخشب أنا شديتهم درتهم في الماء باش ما يتحرقوش لينا وبقاو ثابتين. غنبداو أول حاجة غنبداو بلادان، غنتبعو ليه فلفلة حمرا، كيبقى يكون الترتيب على حساب الرغبة، عاود بلادان، نديرو فلفلة خضرا، كنديرو في الأخر من كنديرو جوج ديال الطرفة ديال الأذان ونختموها طرف ديال البصلة. صافي ملي ساهينا غادي نشدو غنديروهم في الطاوة مدهونة بالزيت باش ندخلوهم للفران
كيكون شويهم فوق الفاخر اذا بغيتو. هما لي بروشيت ديال لادان بلوتو قدمتهم مع الشطه ديال سان طيب، ان شاء الله نقدم لكم في حلقه من الحلقات الماجيه. الى عجبكم الفيديو ديروا جيم، وباش كنا تابعوا الجديد ديالي تابوناو في لاشين.